صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال: الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكان، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقينا أو فرحين غير مسرورين، وكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى هود، وفي عساكر الموتى خود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والفصاحة والشجاعة والمحبة والسماحة، والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا فاطمة الزهراء، ومنا سطى هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من اهتدى وارتدى، أنا ابن خير من انتعلى واحتفى، أنا ابن من طاف بالبراق في الهوى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قوم قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن يعثو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل
ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تسبى. أيها الناس أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعنا برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتلا ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن يعثو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأصفر الصابرين، سرح سخي بهي بهلول زكي الطحي الرضي مقدام همام فارس صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم جنانا وأمضاهم عزيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واضطرنت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذر الريح الهشيم. ليت الحجاز وكبش العراق أسدي مكي خيفي عقبي شجري مهاجري بدري أحدي من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبي السلطين الحسن والحسين سلطان المشارق والمغارب ومطلب كل طالب أسد الله الغالب فلان الكتائب ذاك جدي علي بن أبي طالب. أيها الناس أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن لقيات الجنوب. يعني أيها الناس أمهاتنا عديمات العيوب لقيات الجنوب ليست كهند وسمية. إلى هنا عرف الناس أن أبويه محمد وعلي وأن جدته فاطمة وخديجة، لكن ما عرفوا هل من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين. القلوب كانت مشدودة لإمامنا زين العابدين، لأن أهل الشام صاروا يلطمون على رؤوسهم بعد ما عرفوا أن هؤلاء ليسوا من الخوارج، هؤلاء ليسوا من الزنج ولا من الترك، هؤلاء هم أبناء رسول الله أحفاد رسول الله بنات رسول الله. وإذا بالمجلس ضجى بالبكاء والعويل ارتفع الصراخ والعويل، فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن: أيها المؤذن اصعد واقطع عليه كلامه. لكن قبل أن يصعد المؤذن إلى المنبر الإمام نادى بأعلى صوته: أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الحسين الغريب الشهيد. أيوا إماما وحسينا رحم الله من نادى وحسينا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه في أرض وجسده في أخرى. وإذا بالمؤذن نادى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا بإمامنا نادى: أيها المؤذن كبرت كبيرا لا يقاس،
ولا يدرك بالحواس ولا شيء أكبر من الله. قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. قال الإمام: أيها المؤذن، شهد بها لحمي ودمي ومخي وجلدي وشعري وعظمي. قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا بإمامنا زين العابدين نظر إلى يزيد، قال يزيد: ويحك، أمحمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت أنه جدك فلقد كفرت وأثم، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت والدي الحسين؟ بعد ذلك نزل الإمام من على المنبر، أحاط به الناس من كل جانب ومكان، ذاك يعتذر إليه والثاني يقبله والآخر يقول: يا ابن رسول الله والله ما عرفنا.